نروح نشوف أهم الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع أفريقيا تعلن دعم إنفانتينو في انتخابات رئاسة الفيفا. وزير الرياضة يؤكد جاهزية مصر لاستضافة بطولات الاتحاد الأفريقي. وانسري رئيس الكاف يوجه الشكر للمسؤولين المصريين على توفير الدعم. المساء أبو ريدا يؤيد استمرار إنفانتينو رئيسا للفيفا. رئيس الفيفا يشيد بتنظيم مصر اجتماعات كونغرس أفريقيا بشرم الشيخ. الشروق اتحاد شمال أفريقيا يعلن انتقال حر للاعبين وملف مشترك لتنظيم المونديال. الأهرام على هامش اجتماعات كونغرس كاف أحمد أحمد لا أعلم شيء عن عقوبة رئيس الزمالك. إنفانتينو المستقبل لأفريقيا بفضل مواهبها. الشروق الكاف العقوبات الأخيرة خطوة مهمة نحو وضع الكرة الأفريقية على الطريق الصحيح. أحمد أحمد عقوبة مرتضى منصور ليست شخصية وتم إيقاف بلدي 3 أشهر. الوطن الاتحاد الأفريقي يحذر الجبلية من التدخل في أزمة إيقاف رئيس الزمالك. لقد سبق السيف العزل. الشروق رسميا اللجنة الأولمبية تخاطب الاتحادات لحظر اللعب داخل الزمالك ومنع التعامل مع مرتضى. الأولمبية في حال حضور رئيس النادي أي مباراة لأي لعبة سيعتبر فريقه خاسرا، والمجلس يجتمع اليوم برئاسة حطب لمناقشة الموقف. الفجر الرياضي الأولمبية تبطل الانتخابات التكميلية للجبلية. الشروق اتحاد الكرة يرصد 250 ألف يورو للتعاقد مع شركة ملابس للمنتخب. في اليوم السابع اتحاد الكرة يحجز تذاكر بيزنس للمحترفين رغم تأخر رد وزارة الرياضة. سوبر كورة الأمن يؤجل مباراة المقاولون والإسماعيلي بالدوري بسبب الأهلي. الأهرام المسائي كوربس ينافس فييرا وجلال لقيادة الدراويش. الإسماعيلي يواصل البحث عن مدرب جديد وسعادة بسبب التأجيل. الأهرام المسائي الإنتاج يعود للانتصارات فاز على النجوم بهدف رجب وصعد للوصافة. الأهرام الاتحاد يعالج أخطاء الدقائق الأخيرة استعدادا للجونة. كلوب يشرح فرصتين أخطأ خلالهما صلاح ضد تشيلسي لا تتوقف عن التسجيل بين ليلى وضحاها.